هنأت إدارة الحوار الوطني الشعب المصري بالذكرى التاسعة لثورة 30 من يونيو المجيدة. وأشارت إدارة الحوار إلى مرور 9 أعوام على كلمة الشعب الأبي ورغبته في التغيير، لافتة إلى مواجهة مصر وشعبها الأزمات والصعاب ومحاربة الإرهاب وأهل الشر والبدء في عمليات البناء ولم الشمل. كما أكدت إدارة الحوار أن البدء مجددا في الحوار الوطني الشامل لكل مصري يأتي ضمن الطريق نحو الجمهورية الجديدة.